السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. هي أول جلسة راح تكون معنا في الدورة. لسه يعني إحنا في أول يوم، ما في أي شيء يعني نعتبر إنه عم نبني عليه، فإحنا راح نحاول إنه نوحد الأرضية أول شيء، بعدين نطلع فوقها بأساسات ونستمر لما تتساوى عند الكل، بحيث إنه الكل كنا ماشيين بسوية واحدة، بما إنه يعني في من هو بيننا انه من ناس عندهم خبره اصلا ولو بسيطه في وقت لاحق. طيب، راح نبلش اول شيء في موضوع التعريف بالبرنامج بشكل عام، شو استخداماته وشلون ممكن نستخدمه، بعدين راح نفوت بالواجهه ان شاء الله مع بعض التنفيذات، بعدين راح نخلي اخر نص ساعه لموضوع التساؤلات المتعلقه بالموضوع مع بعض التنفيذات البسيطه والاضافات اذا ما كان في تساؤلات متعلقه بالشيء اللي راح ناخذه. طيب، برنامج بريمير مثل ما حكينا بالجلسة اللي صارت قبل تقريبا 15 يوم واللي كانت أشبه بتعريفية بالورشة، هو برنامج خاص بموضوع تحرير الفيديو المونتاج. طبعا تحرير الفيديو أكثر منه أي شيء ثاني، لأنه مجال الفيديو ما هو فقط مجال تحرير فيديو، مجال الفيديو هو في شيء خاص بالمؤثرات البصرية، في شيء خاص بموضوع التلوين، في شيء خاص بموضوع الإضاءة وما شابه، مجالات جدا متعددة. أيضا مجال الصوت هذا يدخل في ضمن المونتاج، لكن هو فقرة من ضمن الفقرات. ممكن طبعا برنامج البريمير يؤدي كل الأغراض هي، لكن هو بشكل أساسي وبالدرجة الأولى يستخدم من أجل تحرير الفيديو. لكن بالنسبة لنا إحنا راح نستخدمه لتحرير الفيديو، راح نستخدمه للجرافيك، راح نستخدمه للمؤثرات البصرية، راح نستخدمه للصوت، راح نستخدمه للالوان. كل هذا الكلام في عم نشتغل شيء لافلام ولا مسلسلات، عم نشتغل شيء يعني هو بالدرجه الاولى لعامه الناس ان صح التعبير. اي حدا يعني ممكن يستفيد منه بشكل او باخر، ان كان لغرض شخصي او لغرض تجاري. احنا حاليا في بعض المشاريع مثلا عم نشتغلها على برنامج بريمير فقط، نخلصها من الاول للاخير بدون ما نستخدم اي برنامج ثاني، وفي مشاريع ثانيه لا، بندخل برنامج واثنين وثلاثه واربعه حسب الاحتياج والشيء اللي مطلوب يتم تقديمه. طيب، برنامج بريمير برنامج يعتمد بشكل أساسي على قدرات الجهاز الجيدة، فمن الجيد جدا أن نكون عم نستخدم أجهزة مواصفاتها مقبولة، ما بدي أقول لا جيدة ولا ممتازة، أقول مقبولة، لأنه إحنا عم نتعلم حاليا، ما راح كثير ننتقل على الجهاز، ما راح كثير أنه نصعب عليه الموضوع، ما راح نعذبه في الموضوع هذا، لكن انه بدنا شيء يؤدي معنا، ما بدنا شيء انه يقطعنا بالنص. كل ما حركنا، يعني احيانا زمان كنت بشتغل على الجهاز، انا كل ما حركت الفيديو شوي على اليمين الجهاز كله بيعلق، بصير بيحمل ودنيا. فكتير مهم اذا لاحظنا بعد اول تجربه او تجربتين من الشغل على البرنامج هون انه هيك عم بيصير معنا، انه مباشره نلاقي حل. وبما انهم يومين فقط في الاسبوع، فما اظن صعب انه نستعير جهاز اذا اضطرينا. طبعا احنا نعرف بشكل عام شلون الترتيب صاير هون وما الى ذلك، فانه واحد في اسوء الحالات ممكن يستعير جهاز وبعد فتره انه خلص الدوره بيرجع، او حتى كمان بس اليومين هي بيرجعوا، لكن اهم شيء انه نكون عم نستفيد من الدوره. تمام، فمشان هيك الجهاز. أستاذ عندي سؤال، هلا شو هي المواصفات البرنامج اللي فيه يتحمله؟ هلا مثل ما قلت لك، انا ما في شيء اسمه مواصفات محدده، لكن اذا جينا احنا على مستوى المعالج بالدرجه الاولى يكون اي 3 وفوق. اي 3 بشكل عام بيجي معه كومه مواصفات، اذا في مثلا شيء محدد حدا بده يشتري جهاز، فذاك حكي ثاني، ممكن على الخاص نحكي ونتفق وهيك، هيك تجيب هذا، لا تجيب هذا، جيب المواصفات هي. لكن بشكل عام اذا احنا كنا عم نتعامل مع الموجود، فاحنا بشكل عام بدنا نجرب الجهاز اللي عندنا، نشوف شو أداؤه، على أساس أداؤه بدنا يا أما نغيره، يا أما إنه أوكي تمام أموره معنا في الأول شهر تدريبي هذا ماشية، وبعدين إن شاء الله بنطور. فإن شاء الله يعني التجربة هي المقياس، بما إنه إحنا صرنا أصلاً بأول يوم، فأظن صار لازم نباشر أصلاً بالشغل، ما عاد فينا نأجل. ما عاد يلحق، عنده جهاز يشتغل عليه، ما مشي الحال وقته مباشرة يحاول يلاقي حل قدر الإمكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نفوت مباشرة بالبرنامج كواجهة وما إلى ذلك. بعد ما نحكي مقدمة صغيرة شوي عن شركة أدوبي. شركة أدوبي هي عبارة عن شركة يعني برامج ضخمة جدا، من أكبر البرامج في العالم، من أكبر الشركات في العالم اللي عندها برامج جدا قوية وصولها جدا عالي. من ضمن برامجها ادوبي بريمير اللي احنا عم نشتغل عليه، ومن ضمن برامجها ايضا افتر افكت، هذا برنامج جدا مهم
لازم كلنا نعرفه، لأنه ثاني خطوة لنا نتعلم على هذا البرنامج. البرنامج هو يعتبر برنامج موشن جرافيك، يعتبر برنامج مؤثرات بصرية، يعتبر برنامج، يعني هي بالدرجة الأولى، أحيانا أشخاص يمنتجوا عليه، لكن هو برنامج مؤثرات بصرية وموشن جرافيك بالدرجة الأولى. طيب حاليا احنا راح ننتقل للبرنامج مباشرة ونشوف الشاشة على أساسه، بنشوف إن شاء الله يعني شو الأشياء اللي احنا ممكن نسألها ونطرحها ونحكي عنها في نفس الوقت. راح أشارك معكم الشاشة، فخلينا أول شيء نطفي إيش في بالخلفية مشان ما يطلع، بحيث إنه الأمور تكون تمام. طيب طبعا أنا في مشروع عندي كنت فاتحه، كنت حاب إنه أطلعكم شو ممكن نوصل كنتيجة نهائية، لكن بدي أحاول أباشر من الصفر. فإحنا حاليا هون الشاشة لازم طالع عندكم، صحيح؟ ممتاز جدا. طيب نحن وقت نجي نشغل البرنامج فعليا حسب أداء الجهاز بيكون معنا أداؤه. مثلا الآن ضغط على البرنامج، أنا هون عندي الإصدار 2021 مثل ما أنكم شايفين. طبعا أول إصدار كان ب 1991، والإصدار عندي 2021، في إصدار 22 نزل لكن لسه أنا ما حدثته. أول ما شغلنا البرنامج تطلع لنا الواجهة هي. الواجهة هي هي لسه أنه قبل ما إحنا نفوت بأي شيء، قبل ما نعمل أي شيء، عم يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. فنحن حاليا بالنسبة لنا راح نشرح الواجهة هي، بعدين راح ندخل جوا على البرنامج ونشرح الأساسيات الخاصة، أنه شو شايفين قدامنا، بعدين على أساسه ننهي بإذن الله ونشوف شو في عندنا نقاط ممكن نحكيها وما إلى ذلك. طيب أول شيء إحنا في عندنا هون نيو بروجكت. نيو بروجكت اللي هو مشروع جديد. ليش هالشيء موجود؟ لأنه أنا بشكل عام كبريمير بتعامل مع مشاريع، ما بتعامل أنا مع تصميم مربع كذا، لا، مشروع في ضمنه كثير أشياء، زحمة كبيرة جدا. فلازم إحنا بشكل عام وقت نشتغل على البريمير نكون عم نحط بالنا إنه إحنا ما عم نتعامل مع تصميم الأشخاص اللي متعودين على التصميم، متعودين على الملفات الوورد، متعودين على الأشياء هاي. لا، أنا عندي هون وضع مختلف تماما، أنا عم بتعامل مع مجموعة ملفات، تمام، وملف واحد أبدا. فإحنا وقت نضغط على نيو بروجكت، فإحنا هون مباشرة عم يفتح لنا خصائص الملف الجديد. لكن إحنا فلنفرض إنه إحنا ما بدنا نيو بروجكت، إحنا في عنا أوردي ملف مشتغلينه سابقا. فعندي هون في عم بيقول لي أوبن بروجكت، أنا في عندي هون مشاريع مثلا مشتغلة سابقا بدي أفتحها وأعدل عليها، فبضغط على الخيار هذا. أظن إحنا متابعين مع السهم هيك، شايفين هون عند أوبن بروجكت هذا هون. أنا بشكل عام بعد ما إنه أشغل أعمل نيو بروجكت بحفظه بمكان معين، بحفظ مكانه هذا بحيث أنه مباشرة بعمل أوبن، بروح للمكان اللي أنا حاط فيه المشروع وبعمل له أوبن مباشرة بيفتح لي. طيب نيجي هون بعدها مباشرة في عنا المشاريع اللي كانت سابقة موجودة. في عنا هون نيو تيم بروجكت، إذا إحنا كنا عم نشتغل مع فرق وما إلى ذلك، ممكن طبعا أكثر من شخص يشتغلوا على مشروع أو اثنين وثلاثة، هاي الأشياء ما تهمنا، لكن عم نأخذها إحنا من باب المعلومة. هون تقريبا نفس الفكرة. فنحن حاليا بهمنا واحد واثنين. في عندنا هون خيار جدا مهم، إذا شايفين إحنا في عندنا هون في تحته هون ليرن، هذا بصراحة خاصية جدا مهمة ممكن إحنا أيضا نستفيد منها بشكل جدا كبير. ليش؟ لأنه بريمير خلال السنة الأخيرة ضافت التحديث هذا وصارت تعطيك دروس داخل البرنامج. يعني إحنا لو نضغط على أي شيء من هذول رح يعلمك حركة، يعلمك شغلة، يعلمك فكرة. فإحنا إذا يعني كانت إنجليزيتنا شوي منيحة ممكن جدا نستفيد من هذا البند. ركزوا عليه منيح، بكرة بس صار أساسيات البرنامج. يعني أظن شيء بيحكي لنا عن إضافة الصور، شيء بيحكي لنا عن إضافة المؤثرات، شيء بيحكي لنا عن التقطيع وما إلى ذلك. فيعني نخليه ببالنا لأنه كثير راح يفيدنا الموضوع هذا. طبعا النافذة هاي بشكل عام هي تنفتح أوتوماتيكيا، هي اللي احنا شايفينها أول ما تفتح البرنامج هي أوتوماتيكيا تنفتح ويطلع لنا فيها كل شيء يعني احنا حكينا عنه. طيب هلا أنا قبل فترة كنت عم بشتغل على مشروع مثل ما أنكم شايفين هون، في مجموعة أسماء مكتوبة هون، مثلا هون مونتاج حلقات عبد الله القرارات، هذا المشروع أنا خلصته قبل فترة، فأنا طالع لي هون بآخر المشاريع اللي اشتغلتها. تحته في أيضا مشروع ثاني مو مسمي، تحته في مشروع ثالث أيضا مو مسمي. بشكل عام نحن أهم شيء لازم نعمله بشكل عام لما نجي نعمل مشروع جديد، نحط تسميات، نحط تفاصيل، نحط كذا،
متى احنا فينا ما نسميه وقت يكون شيء عابر، انا ما راح احتاج ارجع له ابدا ولا بحاله من الحالات، فوقتها احنا ما نحتاج نسميه، لكن بالوضع الطبيعي دائما احنا لازم نسمي المشروع مثل ما مكتوب عندنا هون. طبعا وقت حط السهم هون بيطالع لي انا وين موجود المشروع هذا بالضبط، موجود بالملف الفلاني في المكان الفلاني بالدي او السي. جنب المشروع تماما نلاقي احنا متى اخر مره فتحنا المشروع، تمام؟ فهنا أنا مكتوب أنه من 23 ثانية تقريبا أو منت مكتوب إيه من 23 من 24 دقيقة تقريبا فتحت المشروع هذا. جنبه هون المساحة تبعيته، جنبه النوع تبع المشروع هذا. فإحنا بشكل عام فلنفرض أنه أنا في عندي أوردي مشاريع هون موجودة، أنا بدي أفتح واحد منها، بضغط عليه هيك ضغطة مباشرة بيحمل لي المشروع، بيجيب لي إياه للشاشة اللي أنا عم بشتغل عليها. طبعا احنا بشكل عام بالمستقبل راح يصير في عندنا اكثر من شاشه، شاشه يمين شاشه يسار حسب زحمه الشغل وضغط الشغل. فهلا هون شفنا المشروع طلع الان قدامي. في مثل ما احنا شايفين اكثر من كاميرا، عندنا هي الكاميرا واحد، عندنا هي الكاميرا الاثنين الجانبية. طبعا إذا جينا أيضا لموضوع الألوان، خلينا نورجيكم بس هيك حركة خفيفة شلون موضوع اللون كتعديل لوني بيفرق معنا من السماء للأرض. شايفين شلون؟ هذه موضوع الألوان. خلينا نشوف الكاميرا الثانية أيضا. أظن الفرق اللوني هون في هاي الكاميرا واضح جدا شو النتيجة اللي حصلنا عليها بعد ما عملنا شوية إضاءة وشوية ألوان. طيب بشكل عام نتيجة عامة احنا ممكن نحصل عليها، حاليا عم ناخذ معلومات، هذا الشيء لسه شوي راح يكون لقدام، لكن احنا حاليا عم ناخذ شو الشيء اللي احنا ممكن نوصل له مع الوقت. طيب نطفي المشروع هذا، ما نحفظ التغييرات لانه خبصنا فيه، ونحن نرجع نفتح البرنامج مره ثانيه بحيث نشوف شلون نحن نفتح المشروع الجديد وشلون ايضا نحفظه وين وشو الاليه. طبعا في كثير اشخاص بيفتحوا المشروع بشكل عام، افتح مشروع جديد احفظه باي مكان سكر خلاص. هذا الحكي بشكل عام كثير راح يضرنا لانه راح يخلي الشغل تبعنا ابدا غير منظم، والمونتاج هو شيء من الاشياء اللي انت تحتاج ترجع له باستمرار. يعني صدقا عدد المرات اللي ترجع له لها يمكن اكثر ما انه عدد الفيديوهات اللي فيه له. فاحنا بشكل عام فتحنا البرنامج بدنا نعمل مشروع، احنا اللي مبلشين من الصفر، تمام؟ ما عندنا لا مشروع ولا عندنا اي شيء، فنعمل نيو بروجكت تطلع لنا النافذه هي. طبعا احنا ما بيهمنا حاليا كل التفاصيل هي، انا الى الان حاليا هي التفاصيل ما بستخدمها، احنا راح ناخذها لكن حاليا احنا ما راح ناخذ عنها اي معلومه لانه حاليا ما بتهمنا ابدا. نجي نسمي المشروع، اول ممكن نسمي مثلا تجربه واحد. طيب مكان حفظ المشروع هذا هون ثاني شيء، لوكيشن مكان حفظ المشروع هذا اهم شيء في كل إنشاء المشروع. ليش؟ لأنه أنت فعلياً لو ما عرفت من حافظ المشروع بدك تضل ساعات تحفظه، لأنه في أماكن هي أماكن حفظ المشروع محددة أحياناً في البريمير يجيك شيء ستاندر، لكن أنا بشكل عام إذا شايفين هو أوتوماتيكياً عم يحفظ لي إياه بآخر مشروع حفظته، مكان آخر مشروع اشتغلت عليه. فهي الموضوع أنا لو ماني متذكر شو آخر مشروع اشتغلت عليه عملت مباشرة أوكي وأوبن ما عاد ألاقي المشروع الا اذا كان جوا البرنامج. فنعمل فتح للنافذه هي، نروح على الديسكتوب فرضا او اي مكان بدنا نحفظه، نعمل ملف جديد نسميه مونتاج الدوره. الفكره من التسميه هي نسمي احنا كل ملف بدنا اياه بالتسميه الكامله تبعته. ندخل جوات الملف هذا هون نفتح ملف جديد، طبعا اختصار يعني للي ما بيعرف شلون نفتح ملف جديد بدون ما يضغط على الماوس كنترول شيفت ان مباشره تفتح لك ملف جديد. طيب لما هون ندخل احنا جوا الملف تبع عمليه المونتاج كامله نكتب المشروع. هون نحن راح نحفظ المشروع كله، تمام؟ كل شيء متعلق ملفات مونتاج راح تكون جوا ملف المشروع. شو هي ملفات المونتاج؟ الان خلينا نعمل سيلكت نضغط اوكي. الان البرنامج عم ينشئ لي المشروع هذا بحيث انه
الملفات كلها تنحفظ جواته. طبعا هو احنا بالعاده نستخدم اجهزه اقوى من هيك، لكن انا مشان موضوع الكاميرا فاتح على اللابتوب الشخصي، لانه بالعاده احنا نستخدم جهاز المكتب، جهاز يكون شوي كبير وشاشات وكذا، لكن موضوع الكاميرا سبحان الله ما استحكمتنا شوي. طيب هلا هي هي الواجهه بشكل عام. احنا خلينا نرجع هلا شوي نشوف ملف الدوره، شايفينه هون قدامكم، نفوت عليه نعمل تكبير ونكبر الملف. هذا هو ملف المشروع اللي حكينا عنه، نفوت عليه ايضا راح نلاقي جواته صار في ملف بريمير. هذا هو ملف البريمير اللي عم نحكي عنه، هذا هو المشروع تبع البريمير اللي راح نشتغل عليه. وقت بدي اشغل المشروع بجي بدخل على الملف، بجي بضغط على الملف هذا ضغطين راح يفتح لي المشروع تبعي. تمام. طيب هلا نحن بدايه في عندنا مجموعه من النوافذ اللي هي شايفينها قدامنا، كل نافذة لها دور، ما في شيء بياخذ دور شيء. احنا حاليا راح نعرف شو الدور الاساسي لعدد معين من النوافذ اللي احنا راح نستخدمها، لكن باقي النوافذ ما راح نقرب عليها حاليا، ستيب ورا ستيب نمشي فيها، لانه حاليا اذا حكيناها كلها خلاص انسى، يعني ما راح نستفيد شيء. لما نعطي مجموعه معلومات كبيره جدا ما حدا راح يتذكر. اذا جينا على ويندوز هون مثلا، شايفين هون ايش قد في نوافذ، يعني احنا في قدامنا 1 2 3 4، بينما فعليا هون في عندك كوما. تخيل نجلس هلا وحده وحده نشرحهم بدون ما يكون في تنفيذ عملي، ما راح نتذكر شيء. طيب بشكل عام نحن اول شيء في عندنا هون راح يكون الفيديو كعرض، شو الشيء اللي انا عم بشتغله كمونتاج وما الى ذلك. هون راح يكون في عندي عرض للفيديو قبل ما احطه، زائد خصائص الفيديو هذا والتعديلات وما الى ذلك اللي اشتغلتها عليه راح تطلع معي هون. هون راح يطلع معي الفيديو على الخط الزمني. طبعا البريمير بخلاف برامج التصميم بيتعامل مع التركات. التركات شو هي؟ هي عباره عن خطوط فوق بعضها، الان راح نشوفها راح توضح الفكره اكثر. فالتركات الان شيء مهم راح نرجع له الان. الملفات اللي نضيفها راح تطلع هون بشكل مباشر بدون ما انه يعني نحتاج ندور كذا. طبعا هو في مجموعه نوافذ فوق بعض، لكن حاليا نحن ما راح نحكي غير في المكان تبع الملفات. طيب احنا حاليا انا خليني اعمل شير فقط لشاشه البريمير بحيث اني احسن اجيب ملفات. طيب هلا من هون في البريمير الان طالع، خلال دقيقه اكون بالصوره، قد احيانا في يعني تكلم كنا نشوف فقط شاشه. الان في اكثر من طريقه لي انه احنا نجيب فيديو على مكان الفيديو، نختار الفيديو فلنفرض التاليتين، ففتح لي النافذه قال لي وين بدك تجيب الفيديو هذا، فانا بروح فرضا كمبيوتر، بروح للدي بشوف اي فيديو انا مثلا بدي اياه. فرضا عندنا الفيديو هذا، ضغطنا عليه ضغطتين صرنا داخل الفيديو، صار داخل البرنامج. تمام. طيب انا حاليا ما بدي الطريقه هاي، نعمل كنترول زد. كنترول زد هي اداه عشان انت تلغي الشيء اللي عملته. تمام. فانا مثل ما انكم شايفين الان الملف هون قدامي، كنترول زد الملف راح، كنترول شيفت زد الملف يرجع. يعني في عندك الغاء الشيء اللي عملته، في عندك الغاء عمليه الالغاء. تمام. فمهم جدا انه احنا نذكر الشغلتين هدول. كنترول زد اكيد الكل بيعرفها، لكن كنترول شيفت زد غالبا شريحه قليله اللي تعرفها، مو الكل بيعرفها. ايا كان، فنحن الان شفنا شلون انه احنا جبنا الفيديو بالطريقه العاديه. في طريقه ثانيه اللي هي احنا نجي للملف اللي فيه له الملف تبع المونتاج مكان موجود، مثلا ناخذ الفيديو هذا نسحبه ونحول على برنامج البريمير ونحطه داخل الميديا مباشرة كمان دخل. هي صار في عندنا طريقتين. طبعا أنا بالنسبة لي دائما بروح على نظام السحب والإفلات، بسحب وبفلت هون، بسحب وبفلت هون. هي بالنسبة لي أسرع طريقة، لأنه إذا بدي أضغط هون ضغطين وأجلس أدور على الملف ساعة وين كان هالملف، لا هذا مو هذا، هيك كثير الموضوع بيطول. فاحنا نظام السحب والافلات يعتبر اسهل نظام. طبعا اذا لما تسحب ملف من هون
فبدك تروح على البريمير. شلون بدك تروح؟ يا اما انك تجيب الملف تحطه على البريمير، بريمير يفتح، يا اما تضغط الت وتاب لحاله يصير ينقل بين النوافذ الموجوده عندك. طبعا انا بحدث الجهاز عندي على ويندوز 10، فيمكن شوي شكله صاير مختلف عند، مو 10 عفوا، ويندوز 11 يمكن شوي يكون شكله مختلف بالنسبه لكم. فايا كان، هلا نحن صار في عندنا ثلاثه فيديوهات، تمام؟ احنا حاليا بدنا نفتح سيكونس او مثل ملف مشان نمنتج عليه، تمام؟ فاحنا حاليا محتاجين انه نسحب الملفات هاي الفيديو ونحطها بهذا المكان هون، نسحبها من هون نحطها هون بحيث يفتح لنا ملف للمونتاج. انا ممكن بكل بساطه اخذ ملف فيديو هون اسحبه احطه هون، تمام؟ فتح لي ملف للمونتاج مثل ما شفنا هون، الكاميرا صارت تطلع عندي هون فوق، تمام؟ ممكن لا، في عندي طريقه ثانيه اللي هي اجي هون واختار سيكونس بعدين اختار اوكي. هون ايضا فتح لي مثل ما انا شايفين سيكونس ثاني. السيكونس هو المكان اللي عم منتج عليه انا، فانا ممكن في المشروع الواحد افتح اكثر من سيكونس. يعني فرضا الان نسحب الفيديو هذا نحطه هون. هلا هي النافذه مهمه لكن راح نرجع لها بعد شوي، ما راح اخربطكم يعني نفتح اكثر من موضوع بنفس الوقت. اذا لاحظنا في عندي هون نافذه، وخلينا نجيب فيديو ثاني فرضا، تمام؟ اذا لاحظنا في عندي انا هون فيديو او هون سيكونس، وهون في عندي سيكونس ثاني. شايفين وين السهم؟ هون السيكونسات بيطلعوا معي اذا عملت اكثر من واحد. فرضا كمان جيت ضغط على النافذه هون وطلعت لي اول شيء ضغط سيكونس وضغط كمان موافق، كمان راح نشرح بعد شوي راح يفتح لنا ثالث سيكونس وهكذا، تمام؟ فهمنا شلون نحن نفتح السيكونس. راح نرجع هلا شوي لورا ونشرحها خطوه خطوه بحيث نركز المعلومه ونعرف احنا عن شو عم نحكي. طيب مره ثانيه نحن بنيجي ناخذ الفيديو اللي بدنا اياه نسحبه، بنروح جوا البريمير نتركه في ملف الميديا لحاله يصير فيديو. بعدين انا بدي احط الملف هذا على المونتاج، بسحب الفيديو بفلته على مكان التايم لاين اللي هو الخط الزمني تقريبا اسمه، بفلته عليه لحاله بيعمل سيكونس للمونتاج. فانا بشكل عام صرت حاطط الفيديو على مكان التقطيع والتظبيط، حاطه على الطاوله تبعيد الطبخ. فهيك انا بالنسبه لي اكون انجزت اهم جزء في العمليه اللي هي وصلت لمرحله اني اباشر بالشغل. انا بدون ما اعمل العمليه هي ما راح احسن اباشر بالشغل، تمام؟ فانا حاليا باشرت بالشغل وحطيت الملف بالمكان اللي انا بدي اياه اباشر فيه. طيب اول شيء في عندنا موضوع النوافذ، احنا قلنا انه راح نرجع له لانه هو يحتاج انه يكون في ماده تنحسن نشرح عليها. طيب احنا في عندنا النافذه الفوقانيه هون هي خاصه بموضوع عرض الفيديو اللي عم يتمنتج، تمام؟ الذي نقوم بمونتاجه. فاحنا فرضا حاطين فيديو هون عم منتجه بده يطلع لي بالشاشه هي، لكن انا مثلا بدي اشوف الفيديو هذا قبل المونتاج. انا مثلا فلنفرض خلينا نجيب فيديو ثاني، ناخذ الفيديو هذا فرضا نسحبه نفلته جوا البرنامج. طيب انا قبل ما احطه على الخط الزمني، قبل ما احطه على الخط الزمني انا بدي اشوفه هون، تمام؟ بدي اشوفه هون ليش؟ عشان اختار شو بدي يطلع منه. انا ما بدي اخذ، انا مثلا هذا الفيديو تبع الاستاذ عبد الله مثلا عم يحكي عن مجال العقاري وما الى ذلك، حاطه كله سحبته كله هيك مثل ما شفنا وفلتته، حط لي كل الفيديو من اول لاخر، انا ما بدي اياه كله، انا بدي فقط جزء من الفيديو. شو نعمل؟ نفوت على الفيديو هذا اللي اخترناه، نضغط عليه ضغطتين مثل ما انا شايفين. بس مجرد ما ضغطنا عليه ضغطتين شو بيصير؟ يفتح لي اياه في النافذه هي اللي فوق هون، هي النافذه اللي هون شايفينها هون هون فوق، تمام؟ هي النافذه هون هي لعرض المحتوى قبل ان نقوم ب وضعه على الخط الزمني. انا مثلا جيت على الفيديو الثاني في عندي مشهد البحر هون، تمام؟ بجي بعمل زوم عليه شوي هيك، انا بدي مشهد البحر هذا بعمل له قص. رح نرجع
الفيديو فقط بدون الصوت ونحطه للقسم اللي كنا فيه له قبل. فاحنا هون ها شلون نستخدمها. طب النافذة اللي هون هي لعرض الفيديو قبل ما ينحط على المونتاج او بعد ما ينحط على المونتاج، بحيث اذا كان بدي اعدل بمكان القطع او الصوت وما الى ذلك. النافذة هون تحت هي خاصة بموضوع المحتويات اللي انا عم امنتجها، والنافذة هون هي الخط الزمني اللي احنا عم نمنتج عليه اللي هي بداية الفيديو الى نهايته. تمام، هيك اخذنا اهم اربع نوافذ. في عندنا هون نافذة مهمة وهي الخامسة، وهي نافذة الأدوات. رح نيجي أداة نشرحها. إحنا حالياً عم نستخدم السهم. السهم هي الأداة اللي إحنا عم نحرك فيها. ما رح أشرح أكثر من هيك حالياً بالنسبة لموضوع أداة السهم. أنا خليني حالياً أرجع خطوة لورا وعيد من أول، لأنه في أشياء ما كنت حاب أشرحها بشكل تفصيلي قبل ما أوضح النوافذ اللي شايفينها قدامنا نحن. النوافذ الأساسية كمان أنا بحاول على أكد على الخطوة أكثر من مرة. أولانيات نحطه هون. وطيب أنا ما بدي أتعب حالي أسحب الزراع، إذا عملنا كنترول زيد طلعنا فلتنا التايم لاين لحاله، دخل لي إياه هون ودخل لي إياه هون، فتح لي شو؟ فتح لي سيكونس جديد إذا أنا فلتته مباشرة على الخط الزمني. لا أنا ما بدي أحطه مباشرة على الخط الزمني، أول شيء بدي أحطه على اليمين، بعدين هيك شوي شوي هيك أضبط الموضوع تكة تكة كمان بيصير. كله متاح، كل الخيارات ممكنة. إحنا بشكل عام نفس الشغلة بتنعمل بأكثر من شكل، على أكثر من وجه، بأكثر من طريقة. ليش؟ لأنه أنا بشكل عام كل طريقة لها استخدامها، لها أدواتها، أو أحياناً في طرق أسرع وفي طرق أفضل وفي طرق يعني محببة لأشخاص أكثر عند أشخاص ثانيين والعكس وهكذا. طيب فأنا بالنسبة لي الخطوة الأخيرة سحبت الفيديو مثل ما شفنا مرة أخيرة نعملها، سحبت الفيديو، جينا لملف المونتاج، تركته على الخط الزمني مباشرة لحاله، دخل الفيديو جوا البريمير وصار في عندي أنا فيديو هون. هذا هو الفيديو الأساسي. إذا ضغطنا ضغطين راح يفتح لي إياه هون فوق عشان يورجيني إياه. إذا ضغطنا على الخط على السيكونس راح يفتح لي إذا كنت أنا مطفي. تمام، يعني شوف الآن هذا هو السيكونس الإكس هون، طفيته، ضغطين عليه فتح لي السيكونس هون. طبعا فيني أغير اسمه إذا بدي، لكن ما في إشكال، شغل نجيها قدام. طيب فإحنا حاليا عرفنا شلون نتعامل مع الأساسيات الأساسية. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية. أنا حاليا عندي فيديو ضايفه للملف المونتاج، او انا فاتح حاليا ملف مونتاج، لكن انا ما بدي اياه، مو هالقياس اللي انا بدي اياه، انا بدي قياس مختلف. طيب شلون بدي اعدل قياسات الملف المونتاج؟ انا فرضا كان بدي اعمل شيء مختلف عن الشيء الموجود هذا هون، شو لازم اعمل؟ انا في عندي هون مثل الورقه بضغط عليها بطلع مباشرة، لا أول شيء مكتوب سيكونس، بضغط عليها يفتح لي هون خصائص. هون أنا عندي كل الكاميرات من إلى كانون، سوني، آري، بلاك ماجيك، إيش بدك، فوجي، كل أنواع الكاميرات بجميع أشكالها وألوانها موجودة هون بكل قياساتها وكل أحجامها. طبعا إحنا بشكل عام 90% ما راح نستخدم ولا شيء من هدول، راح نجي على السيتينجز ونجي نعدل الخيارات الموجودة هون بما يتناسب مع الشيء اللي احنا بدنا نعمله. طيب الان بعد ما انه احنا بلشنا بالعملية هي، احنا لازم نستكملها. انا حاليا بدي اعدل الشيء الموجود قدامي هذا بما يتناسب، بحيث اني انا اعمله بقياس مختلف. مثل ما ضغطنا هون، مثل ما شفنا ضغطنا هون مباشرة طالع لي مجموعة من الخصائص، شيء عم يقول لي لليوتيوب، شيء عم يقول لي للكاميرات، شو عم يقول لي سوني، فكل الخيارات متاحة عندي. أنا بشكل عام ما بدي كل هذا، بدي أعمل شيء خاص فيني، فأجي بضغط على كاستم وبجي هون بعدل الأرقام بالشكل اللي بدي إياها. فرضا أنا بدي أعمل القياس غير، مثلا ما بدي القياس هذا، أنا بكل بساطة بجي بحط القياس اللي أنا بدي إياه وخلص، بضغط موافق، منلاقي فتح لي هون شو؟ قياس مختلف تماما. تمام، فاحنا هون صرنا انه نحط القياس اللي بدنا اياه حسب ما احنا يعني بدنا. انا بدي اعمل مربع، بدي اعمل ستوري،
بدي اعمل شيء مثل نمط الافلام الضيق هيك، كله موجود، لكن انا محتاج اني اعرف شو الشيء اللي انا بدي اياه وعلى اساس احط. شكله النت قطع شوي، ما والله استاذ انا شكيت بالنت عندي، ف عم بكتب رسالة على التليجرام، فاظن من عندك. لا لا، من عندي الموضوع. لا اصلا نص المحاضرة راحت علي. نص المحاضرة من متى؟ لا لا هلا انقطع، هلا لا لا انا ما كان عم بيقطع علي من اول، بس ما حبيت احكي لانه قلت مسجلة، خلص برجع شوفه. يلا بتشوفه والله. بس لا، انا يعني كانه حسب ما انا هلا تقطع النت يعني ورجعت مباشره، فيلا ان شاء الله الشيء اللي راح عليك او كذا انا حاولت قدر الامكان اعيد اكثر من مره، بحيث انه كل اللي يكونوا معنا على التسجيل ان شاء الله بيشوفوا النقاط اللي موجوده ويعني بيحلوا مشاكلهم باذن الله. طيب نستكمل محل ما احنا كنا وقفنا اخر شيء في موضوع انه هل احنا بدنا نغير القياس الموجود عندنا ولا بدنا نحافظ عليه. فهل الصوره والعرض موجود ولا لسه بدي مشاركه يا شاشه الله معي؟ يهديكم يا ولد، والله العظيم الان يلا شاشه خلصوا. الان شاشه واضحه، الشاشة واضحة يا أستاذ، توكلنا على الله. حول ولا قوة إلا بالله. طيب الان احنا مثل ما انا شايفين البرنامج هذا هو قدامنا، مكان ما كنا واقفين. الان عم نقول هل بدنا نغير الخصائص ولا نتركها مثل ما هي؟ اذا قلت له كيب راح يخلي لي المربع مثل ما هو، واذا قلت له تشينج راح يعمل لي اياها مثل خصائص الفيديو. خلينا نجرب، نضغط له كيب، الفيديو طالع لي اياه ضمن قياس المربع اللي احنا كنا عاملينه. انا مثلا بدي اعمل هذا الفيديو للانستغرام، تمام؟ فانا خليت على القياس المربع. نعمل مره ثانيه كنترول زد، نسحب الفيديو مرة ثانية نحطه، هالمرة نعمل له تشينج. شو صار؟ مباشرة عمل لي قياس الفيديو بشكل مستطيل، تمام؟ فإحنا هون بشكل عام صرنا نحط الفيديو بالقياس اللي بدنا إياه، بالشكل اللي بدنا إياه، حسب التفاصيل اللي بدنا إياها. المهم شو النتيجة النهائية اللي بدنا نوصلها. طبعا إحنا بشكل عام فينا أيضا بس بدنا نغير، لكن هذا الشيء إحنا بالنسبة لنا ما نفوت في له حاليا. مثل ما انا شايفين هون مثلا نجي اي تفصيل من التفاصيل هي بنغيرها، والموضوع راح يكون معنا تمام حسب القياس اللي بدنا اياه وما الى ذلك. طيب الان ننتقل للخطوه اللي بعدها. ما بعرف هل في شيء مو واضح بالنسبه لكم، شيء يحتاج توضيح قبل ما ننتقل للخطوات الثانيه؟ تمام، هلا يبدو ان الامور كلها واضحه. ايه تفضل. أنا كان عندي سؤال، وقت رفعت الفيديو للقسم اليسار وبدك تقصه، ما عرفت كيف أنا كيف سحبته لتحت. اها فهمت عليك. طيب هلا هي الان كان بدنا نجيلها، فاحنا هلا راح نجي نسحب فيها سحبه كامله. انا ما حاولت اشرح فيها شرح كامل لاني كنت اوريدي عم بشرح نقطه ثانيه، فلو كنت شرحت النقطه هذه كنت يعني صار عم بشرح اكثر من نقطه بنفس الوقت فنضيع. ف الان إذا هي معناته بما أنه سألت عنها ونشرح عنها شو أنا هلأ قدامي. مو واضح بالنسبة لكم؟ الصوت واضح؟ صوت واضح. ممتاز جدا. طيب نستمر معناته. بالنسبة لنا إحنا حاليا النافذة هي اللي قدامنا هون. إذا ضغطنا على الفيديو، خلينا نجيب فيديو تاني فرضا،
يجي الفيديو هذا نسحبه نحطه هون، نضغط على أي فيديو من هدول ضغطتين راح يأخذ لي إياه لفوق. تمام شايفين؟ هاي تمام. النافذة هي للعرض، إحنا عم نعرض الشيء اللي إحنا عم عم نعرض الشيء اللي إحنا عم نشوفه هون تحت، بحيث إنه يطلع قدامنا ونعرف شو عم نشتغل. وقت نجي نحرك إحنا بشكل عام هون في عنا هاي الزرقاء، هي عم تحرك المكان تبع الفيديو، أنا وين أي قسم من الفيديو عم بشوف. تمام؟ فأنا بشكل عام بجي بشوف وين بدي أقطع من الفيديو، فرضاً فرجت على الفيديو كله، أوكي أنا بدي المقطع هذا. طيب شلون بدي أخذ المقطع هذا فقط من الفيديو؟ مثل ما أنا شايفين في عنا هون أداة قطع صايرة مثل قوس رايحة باتجاه اليمين كجهة كبطن، وكظهر رايحة لاتجاه اليسار، بس ضغطتها قطع لي كل شيء قبلها. تمام؟ أنا مثلا بدي أخذ المقطع من هون لين هون، بس هاي المنطقة، بس عم يقول له شكرا، ضغطت على اللي مقابلها اللي هي out، راح نلاقي شو صار في عندي مثل مقطع داخل الإشارتين الزرقاء. طيب أنا حاليا هذا هو المقطع اللي بدي إياه، بدي أخذه لملف المونتاج. شلون بدي أخذه؟ في طريقتين، أنا هل بدي الفيديو ولا بدي الصوت؟ هذا الشيء اللي أنا لازم أعرفه حاليا، أنا محتاج الاثنين سوا. فوقتها بضغط بنص الفيديو وبسحب، راح ألاقي أنه صار عندي هون صوت وفيديو بنفس الوقت. طيب لا، أنا بس بدي الفيديو، بضغط على إشارة الفيديو اللي تحت هاي هون وبسحب وبحطها، راح ألاقي جاب لي فقط الفيديو. طيب أنا بدي بس الصوت، بضغط على إشارة الصوت وبسحب، بنلاقي إجا الصوت. طيب الفكرة هي بشكل عام كأداة شو إحنا عم نستخدم فيها. إذا جينا إحنا فرضاً ضغطنا بعد ما إحنا فرضاً خلصنا، يعني سحبنا المقطع لكن المقطع ما كان تمام مثل ما بدنا، نجي إحنا إذا ضغطنا عليه ضغطين كمان راح يرجع مرة ثانية يفتح لي هون. على فكرة مو بس من هون يفتحه هون، مو بس إذا ضغطنا من هون ضغطين يفتح لنا الملف هون، حتى إذا كان الملف هون ضغطنا عليه ضغطين راح أيضاً يفتح لي إياه هنيك. ف حاليا احنا كمان بدنا نعدل بقياسه. اوكي اخذنا الفيديو احنا حطيناه لكن قياسه ما هو مناسب بالنسبه لنا، شو لازم نعمل؟ نضغط ضغطين على الفيديو مثل ما قلنا، وبعدين نجي شايفين الدوائر هاي، هي الدوائر هي التوسيع وتضييق مشان تورجيك انت وين بالفيديو. الفيديو احيانا تجيب شيء 5 دقائق 10 دقائق شيء ساعه احيانا، فيكون صعب انك انت تحسن ببس حاط اذا محطوط الفيديو كله عندك من الاول للاخير خلال تخيل مثلا ساعة كاملة محطوطة هيك، يعني بخط زمني هيك قده، فأنت على كل مشهد بدك تحرك سنة صغيرة 5 دقائق تمشي، أنت بس بدك ثواني فرضا. فهي النقاط الدائرية هون ساعدنا مشان نعمل زوم على الفيديو بحيث إحنا نروح للمكان اللي نحن بدنا إياه والمكان اللي إحنا فيه له، بحيث إنه نعرف شو الشيء اللي بدنا نقطعه وشو الشيء اللي بدنا نشتغل عليه. تمام؟ طيب الآن صفاتنا عم تدخل. تمام، فنحن حاليا بالنسبة لنا الأشخاص اللي دخلوا وكان في شيء رايح عليهم أكيد ممكن يشوفوا التسجيل وأي شيء يحتاجوا وكذا يخبرونا، إحنا إن شاء الله جاهزين دائما على مدار الساعة. طيب إحنا حاليا جوا الفيديو هون محتاجين إنه نزود الفيديو لين هون، لين بعد ما يخلص من اسمي مراد. تمام؟ فنضغط على السهم الأزرق ونسحب، شايفين شلون عم تتوسع؟ نضغط ونسحب فتتوسع لين ما احنا نوقف سحب، واحنا عم نسحب عم تعرض لنا المكان اللي احنا بنقطع فيه. تمام؟ فهي هي الأداة بشكل عام. لما نجي هون لما فلتناها احنا بشكل عام فوق شو بيصير؟ عم بيزيد وينقص المقطع اللي تحت. تمام؟ فهي النقطة أيضا إحنا يعني مهم إنه نعرفها بحيث إنه نحسن استخدامها وتسهل علينا الشغل بشكل عام لقدام، بحيث شغلنا على الموضوع المونتاج يصير أسرع. طيب هي النافذة بشكل عام فيها لسه تفاصيل في النافذة هي. ننتقل الآن إلى نافذة الخط الزمني تبع المونتاج. إحنا بشكل عام هون عندنا مجموعة تفاصيل محتاجين نحكي فيها لأنها مهمة. طبعا كل نافذة لها دورها، كل نافذة لها أدواتها، كل نافذة لها سيستم العمل تبعها استخدامها وما إلى ذلك. فمن المهم جدا أنه أحيانا أعرف كل وحدة شو عم تعمل
حيث أعمل أنا شبكة عمل وأصير أشتغل على أساس الشبكة هاي من ناحية أنه أنا أخذ أسحب صورة من هون أحطها هون أجيب أشوف الألوان هون أشوف الصوت هون أسحب شيء إضافي أحطه هون وهكذا. طيب هاي كانت النقاط اللي ذكرناها. ننتقل الآن إلى الخط الزمني. إحنا بشكل عام شايفين النافذة هي صايرة قسمين. طيب خلينا أكبر لكم إياها، نضغط على حرف الذال نلاقي أنها عبت الشاشة. أي نافذة من النوافذ هاي بس ضغطنا عليها وصار حولها خط أزرق وضغطنا على حرف الذال راح يعمل لي ملء للشاشة بالنافذة هاي. فإحنا بشكل عام خلينا نخلي ببالنا أنه أنا فرضا ماني مركز هون كتير منيح، كتير صغيرة النافذة، ضغطت على ذال صارت قدامي، بصير بعدل مثل ما بدي، وبس خلصت من التعديل برجع بضغط ذال اللي هو تنوين تقريبا، ما بعرف الكيبورد التركي شو بيكون بس هي حرف الذال باللغة العربية بالكيبورد العربي، مباشرة تتصغر. نفس الشيء بالنسبة للبروجكت، نضغط ذال نلاقيها كبرت وعبت الشاشة كلها. طيب الآن ننتقل إلى الخط الزمني. مثل ما أنا شايفين إحنا هون بشكل عام صغيرة، فنضغط ذال ونكبرها بحيث تصير قدامنا بشكل كامل ونشرح عليها بشكل أوضح. مثل ما أنا شايفين في خط هون غليظ بالنص، يعني هو مو غليظ بس نسمي كاين شلون، ففي هون خط بالنص واضح، فهون عم يفصل لنا الفيديو عن الصوت. تمام، الفوق هو كله الفيديو والأشياء المرئية بصريا، والأشياء اللي تحت الخط هذا كلها الأشياء المسموعة سمعيا. تمام، فإحنا بشكل عام فينا أنه نضيف كبصريات مثل ما حبينا وصوتيات مثل ما حبينا تحت كل خط. مثلا لما أجي أنا أخذ فرضا بأخذ الصوت تبع الفيديو هذا بحطه تحت بينحط، بأخذه بحطه فوق شو بيعطيني؟ ممنوع، في إشارة الممنوع، ما فيني أحطه فوق، فوق فقط صورة، فقط فيديو، فقط تصاميم صور وما إلى ذلك. بحطه تحت بيفلت لي إياه، بسحب الفيديو بحطه على قسم الصوت ما بينحط، بحطه على قسم الفيديو ينحط. تمام، فهي كانت شلون نحن يعني نحط الصوت، يعني شو الشيء اللي احنا شايفينه كأقسام. طيب احنا حاليا بالنسبة لنا حاطين فيديو واحد. تمام، احنا فرضا لو فرضنا انه احنا شلنا الفيديو هذا وجبنا الفيديو هذا سحبناه كاملا حطيناه بعدين جبنا عملنا تشنج بحيث انه يعمل لي على قياس الفيديو تماما، بعدين جبنا فيديو ثاني حطيناه فوقه. طيب انا حاليا بدي اشتغل على الفيديو تحت، ما بدي اشتغل الفيديو فوق، شو لازم اعمل؟ في عندي هون مثل عين بس ضغطت عليها مباشرة شو صار؟ فإحنا بشكل عام بالنسبة لنا نصير محتاجينه، إحنا محتاجين المنتج اللي تحت نخفي كل شيء فوق، محتاجين المنتج اللي فوق أوردي هو فوق فإحنا شايفينه. فبالنسبة لنا هذا هو الموضوع حسب الاحتياج. فأنا حاليا بالنسبة لي بدي أرجع أظهر الفيديو الموجود عندي هون تحت، فبجي بطفي الخط الأزرق اللي على العين فراح يظهر عندي الفيديو. تمام، نشغل العين مرة ثانية بيختفي الفيديو ويصير اللي وراه مرئي أكثر. طيب ثانية واحدة بس خليني أحط الجهاز على الشحن وأرجع لمدة ثانية فقط. بشكل عام سلبية أجهزة اللابتوب في موضوع المونتاج أنه مباشرة تخلص لك البطارية تبعية اللابتوب، فمن المهم جدا وقت إحنا نكون عم نشتغل على مونتاج على جهاز لابتوب أنه إحنا نكون مفعلين موضوع أنه موصول بالشحن ولا مو على البطارية. ليش؟ لأنه استهلاك المونتاج للبطارية جدا ضخم وما يتحمله الجهاز. فخلي ببالنا أنه قدر الإمكان نشتغل إحنا الجهاز على الشحن. يعني أظن لاحظت قبل شوي شلون الجهاز صار يعلق رغم إنه لسه البطارية كان فيها نصف، بس لأنه هو بده يحط حاله على وضع توفير الطاقة مشان ما تخلص له باقي البطارية.
فمثل ما كنا عم نحكي، احنا الان الاشخاص اللي دخلوا جديد الله يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا، مهم جدا انه تشوفوا التسجيل. احنا حاليا راح نكمل ان شاء الله، يعني يكون ما في اشكاليه عندكم في قطع المعلومه، اي شيء ما فهمتوه ممكن ترجعوا للتسجيل تكون الامور تمام 100% عندكم. طيب مثل ما شفنا احنا هون بس نطفي العين يطلع الفيديو، بس شغلناها اللي فوقه بيطلع حسب احنا شو بدنا. طيب احنا بالنسبه لنا حاليا بدنا نقطع جزء من هذا الفيديو، فرضا نمسح اللي تحت، احنا حاليا عندنا هذا الفيديو اللي فوق محتاجين، خلنا نشوف وين الانترو، هذا هو الانترو، خلنا نشوف وين الانترو في هذا الفيديو، ما في انترو، هذا هو الانترو. نحن بدنا فقط الانترو تبع هذا الفيديو، شلون فينا ناخده؟ تمام، انا بس بدي اجي هيك ومن هون من بدايه الراوي العقاريه لين اخر شيء، شلون بدي اخده؟ في عندي هون اداه مثل الشفره، تمام، مجرد ما ضغطت عليها راح تصير هون في عندي شفره، بجي للمكان اللي بدي اقطع عليه، طبعا مثل ما انا شايفين عم نحرك المكان العرض من الارقام فوق، من فوق الخط الاصفر مو من تحته، من تحته ما فيني احرك، من فوق الخط الاصفر بحرك، بجي انا بدي ابلش من هون، تمام، بجي بضغط على الخط الازرق، ها تمام، شو صار عندي؟ صار في عندي قطع. طيب بجي بقدم لين اوصل لاخر الفيديو، بختار المكان، وكمان ايضا وين كنا؟ كنا هون، نعمل قطع، ضغطنا ضغطة واحدة صار عندي هي القسم هذا لحال، أنا مباشرة بصير بحركه مثل ما بدي، فقط الانترو تبع الشركة بحطه باخذ احطه على فيديو ثاني فيديو ثالث ايا كان. فهي هي أداة القطع الأساسية اللي احنا راح نستخدمها في كل شغلنا، وين ما ضغطت فيها راح تلاقيها عم تقطع الفيديو، تمام. طيب نعمل كنترول زد ونرجع لمكان ما كنا. طيب احنا حاليا بالنسبة لنا صار في عنا فيديو، شلنا المقدمة تبعيته، حطينا الانترو اول شيء، تمام، شغلنا. طيب انا بالنسبة لي موجود عندي انا المقدمة بعدين الفيديو، بس انا بدي اعكسهم، تمام، انا بدي اخذ المقدمة اول شيء، الانترو بعدين احط المقدمة. فانا بكل بساطة بجي على الاداة اللي تحت السهم مباشرة تراك، وبضغط على الحكي على الفيديوهات هون اللي بدي اشيلها كلها، بضغط عليها وبسحبها، بلاقي كل شيء انسحب معي. طلعوا اذا صغرنا، مجرد ما ضغطت بالاداه هي كل شيء بعد السهم بينسحب معها، اللي قبل السهم ما بينسحب، شايفين شلون؟ لو جبتها ورا هون ضغطت بيسحب لي كل شيء بعده، لو جبتها هون ضغطت بيسحب لي كل شيء بعده، فالشيء اللي قبل السهم ما بينسحب معها. فهي الاداه راح تخدمنا كثير. فانا بشكل عام جيت بعدتهم عن بعض، بعدين سحبت الانترو جبته لاول شيء، بعدين جيت مسحت المسافة بين الفيديوهين من خلال أداة المسح العادية، بس مجرد ما ضغط أنا على المسافة اللي بين الفيديوهين وضغط مسح راح نلاقيها تختفي مباشرة مثل ما أنا شايفين. حتى أداة الديليت، كزر الديليت ممكن أيضا يساعدنا في الموضوع هذا، وإذا ضغطنا أيضا راح يمسح المسافة فيلصق الفيديوهات في بعضها. طبعا إذا أنا تركت الفيديوهات بدون مسح المسافة بيناتها شو راح يصير؟ راح أنا أطلع أشوف الفيديو هذا مثلا شو راح يصير؟ سواد، كل شيء مكان ما في له فيديو، ما في له ميديا، ما في له شيء صور او صوت او اي شيء، هو عباره عن صمت وسواد، تمام. فانا من المهم جدا اضغط على المكان هون واعمل ديليت مشان الصقهم بعض اذا انا كان بدي اياهم، تمام. طيب انا بالنسبه لي سحبت الانترو من نص الفيديو، صوت تقطع من عندي ولا من عندكم يا شباب؟ يب الفيديو والصوت راح، يبدو المشكلة من الفيديو عن الأستاذ، ما هيك؟ على ما أظن. بعدين لصقت الفيديوهات مع بعضها، مسح، شو أعمل؟ بدي أمسح فقط؟ أستاذ يوسف انقطع الإيه؟
اتصال عن حضرتك كأنه الصوت والصورة راحت من زمان، يعني تقريبا مش دقيقتين أو دقيقة ونص. أستاذ حاطه ميوت الآن أنت؟ الصورة، نعم شلته. الآن الصوت والصورة واضحين ما هيك؟ إيه واضحين. طيب يبدو أنه نحتاج نت أفضل، فإن شاء الله الدور القادم راح يكون في نت أفضل بحيث الجلسة القادمة، بحيث ما نعيش نفس المشكلة إن شاء الله. فوين كنا عم نشرح بحيث أنه ما ولا خلينا نشرح كاملة، أنت عم تقطع ما هيك؟ كنا نحكي عن المسافة السوداء اوكي اوكي تمام. طيب احنا بشكل عام وقت نجي الفراغ هذا اللي احنا شايفينه هو فراغ ما في له ولا شيء، فمن المهم جدا اذا احنا بدنا ما يصير في عنا فراغ اسود بس نجي نخرج الفيديو، تخيل تطلع انت هيك واحد عم يحكي بعدين فراغ اسود بعدين واحد يرجع يحكي، فانت هيك يعني عندك مشكله. فمن المهم جدا انه نمسح الفراغ هذا ونلصق الفيديوهات ببعض. تمام طيب انا هلا لصقت الفيديوهات ببعض، لكن في عندي مشكله. بعد ما شلت الانترو الان صوت واضح صحيح؟ ايه الصوت واضح مية مية، لكن احنا حاليا لازم نعمل شير سكرين مرة ثانية. هو صاير فيديو وشير سكرين وكمان صوت ودنيا وزحمة، فالله يعين النت. ليس توكلنا على الله. احنا الان بعد ما جبنا الانترو اول شيء وجبنا المقطع اللي كان بالبداية بعده، الان اذا جينا هون راح نلاقي في انترو لسه في بقايا انترو. شلون بدنا نشيل القسم هذا؟ لكن بدنا نعرف شلون. وجيت على الفيديو اللي بدي اقطعه، صوت واضح يا جماعة؟ ألو صوت واضح؟ هلأ واضح، بس الشاشة عندي أبداً مش عم تتحرك. فهمت عليك. طيب ثانية واحدة بس خليني أشوف شغلة. تمام اي نعم يا جماعة، الآن الشاشة طالعة ما هيك؟ اي طالعة كويس، بس الصورة عندي ما تغيرت. الصورة ما تغيرت، ده كان مو طالع الشاشة عندك؟ ليك لك اتحرك، صارت تتحرك. يلا الآن أنا راح أرجع أعمل شير سكرين مرة ثانية بحيث المشكلة عندك تنحل. طيب إحنا بشكل عام يعني قربنا نخلص، بس نشرح الفكرة هي بعدين نشوف التساؤلات منهم إن شاء الله. أنا حالياً طفيت الكاميرا احتياطاً بحيث أنه يكون الشاشة واضحة، الشاشة أهم مني كصورة، فإن شاء الله تكون واضحة لكم. الآن الحركة في الشاشة واضحة ما هيك؟ صحيح ممتاز. طيب الآن أنا بدي أشيل القسم هذا، آخر فكرة إن شاء الله وننتقل لفقرة الأسئلة. فأنا بشكل عام بختار السهم مثل ما أنا شايفين Selection Tool، وبجي على نهاية الفيديو بسحب، شايفين شلون؟ مجرد ما أنا بسحب شو عم بعمل؟ عم بقطع المنطقة هاي، بسحبها لين المكان اللي انا بدي اقطعه وبفلت. مجرد ما فلت صار في عندي فراغ اسود هون اللي هو حذف، الحذف اللي صار. تمام انا جيت هون خلص المنطقه الشيء اللي بدي اياه راح. طيب نجي للفيديو الثاني، ايضا نفس المشكله، في لسه شيء ما انشال، ايضا نفس الشيء، نختار السهم ونجي نسحب لين ما نوصل المكان اللي بدنا اياه ونفلت، بعدين يصير في عندنا مباشره كلام، بعدين نجي نضغط على المكان الفراغ الاسود ونضغط ديليت، صاروا الفيديوهين لزق بعض. تمام وما عاد صار في عندنا مشكله في موضوع انه في انترو كان بالنص. الفكره هي كمان واضحه، كله تمام بالنسبه للموضوع هذا؟ واضحه استاذ ممتاز. في اي فكره من الافكار اللي كنت عم بحكيها شوي
ما كانت يعني في وقت التقطيع او كذا، ما احسنتوا تسمعوها وتحتاجوا اني اوضحها اكثر قبل ما انه انتقل للاسئله. هلا الإشارة للسهم تحت السهم هي اللي بتأثر الفيديو، بس استخدمناها شلون بنعرض الفيديو؟ تقصدي هاي؟ إيه تراكس بصير سريع؟ لا، هاي الأداة اللي تحتها تبعي التسريع، هي راح نجي لها بعدين. الأداة هي إحنا استخدمناها مشان نحرك الفيديو، تمام؟ أيوة. أنا مثلا بدي أبعد الفيديوهين هذول عن بعض، تمام؟ فبجي بضغط على المكان اللي بدي إياه وبسحب، بلاقي شو؟ سحب لي الشيء اللي شايفين السهم إحنا شلون وشه لوين رايح؟ واضح معنا وشه؟ تماما. إيه، فيسحب لي تمام الشيء واضح. إيه اللي بعد وش السهم، تمام؟ يعني بس أجي على أول فيديو بضغط بيحرك لي كل شيء. إحنا بشكل أيوة عام بعد تمام. ما نحرك نوزع كذا، نضغط على المكان الأسود اللي بين الفيديوهات، نضغط ديليت، نضغط على المكان الأسود، نضغط ديليت، نضغط على المكان الأسود، نضغط ديليت، نلصق الفيديوهات في بعض. طبعا هي في ايضا ادوات ثانيه لكن هي نحكيها بعدين، لكن في منها ايضا التحتانيه هون اللي هي العكس تبعها، اللي هي تحدد الفيديوهات بالطريقه الطرف الثاني، شايفين عكس السهم شلون صاير. فنحن بشكل عام حسب احتياجنا بنستخدم السهم، ما راح نشرح اكثر عن الاداه هي حاليا، في لها استخدامات ثانيه نجي لها مستقبلا ان شاء الله. طيب هذا هو كان بشكل عام الجلسه الاولى، ان شاء الله تكون يعني فادتكم. احنا حاليا راح ننتقل لفقره الاسئله، إذا كان في شيء واضح ويحتاج توضيح خبرونا. نبلش أول شيء من عند الأنسة فاطمة. أنا عندي سؤال معنا. طيب تفضل، ليه من الأنسة فاطمة تصير جاهزة، تفضل أنت. بس ممكن يعني تنذكر الاختصارات إن كانت موجودة؟ الاختصارات اكيد 100% تنذكر، بس انا ماني حاب اعطيك كميه معلومات كبيره، اذا لاحظنا احنا بشكل عام مجرد ما انه ضفنا معلومه صارت معلومه اكثر تعقيدا. شلون؟ في حدا كان عم يحكي يمكن انسى فاطمه كانه طيب خلينا أكمل بفكرة الاختصارات لين ما أنه أنسة فاطمة تصير جاهزة أنه تحكي. نعم أستاذ، فصل إيه النت عندي. تفضل، شو كنت لا عم تقولي أنسة؟ بس كنت عم تحكي وتقطش الصوت، ما سمعتك شو قلت. كنت عم تقول إنه إذا في أسئلة. إيه نعم، كنا عم نحكي إذا في أسئلة، تمام. فإذا في عندك أسئلة تفضلي. لا والله أنا بدي أحضر أرجع الدرس لأنه ما كنت معكم الأول، فإن شاء ولا الله يهمك، بعدين إذا في أسئلة بسألك ياهم إن شاء الله. توكلنا على الله، وإذا أي شيء مباشرة على المجموعة أو كذا إحنا جاهزين بإذن الله. طيب بالنسبة للنقطة اللي كانت عم تحكيها مؤمن، إذا لاحظنا إحنا بس مجرد ما ضغطنا على السهم أو الأداة أو حطينا السهم عليها بيطلعنا الاختصار تبعها، بس أنا بشكل عام ماني حاب إنه ناخذ الاختصارات كلها هلا، لأنه إحنا راح نصير عندنا مجموعة معلومات ومجموعة اختصارات مع بعض ما بنجمعها، لكن بشكل عام الفي هي السهم والسي هي للشفره. احنا هي الاداه الاداتين نرجع فرضا نجي هون نضغط حرف السي، حرف السي نقطع، نضغط حرف البي نسحب، وهكذا. انه بس مجرد ما تمكنا من مهارة. عافيه اخ مؤمن. استاذ حمزه تفضل. استاذ هلا انا بعيدا عن موضوع الفيديوهات، في الصور انا حرفيا ما بعرف اسوي الصور. هلا انا بعرف اسوي الفيديوهات هي على الجوال، بس الصور انا ماني كثير فيها. يعني بجيب صورة مثلا لوجو ولا شغلة، بلاقي إنه الصورة عم تتحرك كالفيديو، فهي المشكلة شلون نحلها؟ آسف عن بعيدا عن الموضوع. لا لا، هي بالعكس صلب الموضوع. إذا قصدك إنه أنت بدك تضيف كلام للصورة وما إلى ذلك،
فممكن من خلال البريمير في الفيديو تضيف كلام للصورة. أما إذا كان قصدك صورة صامتة بدون ما تكون فيديو أو كذا، هذيك على برنامج ثاني اللي هو برنامج فوتوشوب أو إلستريتور حسب شو اللي بدك إياه. أما إذا كان أنت بدك تجيب صورة فرضاً، أظن الشاشة لسه واضحة عندكم ما هيك؟ إيه. إذا فرضاً سحبنا الصورة هاي وجينا على برنامج البريمير حطيناها، تمام، صارت الصورة موجودة عندنا هون. نجي هون نصغرها شوي، بعدين نجي على موضوع الكتابة، نضيف الكتابة اللي بدنا إياها فوقها حسب شو الشيء اللي بدنا نكتبه، فما في أي إشكالية. إن كان لوجو أيضاً فرضاً ممكن نحسن نجيب الشعار ونضيفه فوقها كذا، فحن نحسن بشكل عام نجيب الأشياء اللي بدنا إياها بالحجم والشكل اللي بدنا إياه. لكن الإشكالية بشكل عام راح تكون بأنه إحنا شو الغرض اللي بدنا إياه، هل هو فيديو أو صورة؟ إذا كان بدنا فيديو فإحنا بالمكان الصح، أما إذا كان بدنا تصميم صورة فإحنا نحتاج نستخدم برنامج فوتوشوب أو برنامج إلستريتر بحيث إنه إحنا نصير نصمم صورة عليه. يعني إذا أنا بدي أسوي لوجو فلازم أروح على برنامج تاني غير هذا. بالضبط، تصميم الشعارات وتعديل الصور هم في برنامج أدوبي فوتوشوب أو برنامج أدوبي إلستريتر. ماشي، شكرا على التوضيح. الله يسلمك يا سيدي. طيب نروح للي بعده، أخونا إبراهيم تفضل. أنا كنت بدي أحكي لكم مشان حمزة. إيه تفضل. زي لوجو مثل ما عم تقول أستاذ يوسف، إنه عن طريق برنامج الأدوبي إلستريتر أو فوتوشوب في دبلوم تصميم جرافيكي اللي موجود بنيرد أكاديمي، فممكن تتواصل مع الشخص اللي سجلك وتتعامل مع مين. أتواصل الشخص اللي سجلك، مين سجلك أنت؟ والله حكيت مع واحد على الواتس واتصل لي. تمام، اللي اتصل تواصل معك عن طريق الواتس اسأله دبلوم التصميم وهو بيعطيك التفاصيل إن شاء الله. إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. طيب انتقل لأخونا إبراهيم. يعطيك العافية أستاذنا. الله يعافيك يا سيدي، أهلا والله. والله أنا ما كنت حضران من البداية، فبفضل أنه أحضر الفيديو أول بعدين. خلاص توكلنا على الله. والله سبحان الله الوقت كان في إشكالية، بس والله مو أول يوم، أغلب نفس الوقت كان مناسب الأغلب، فتلاقي الموضوع غريب شوي. فإن شاء الله يعني يكون الجلسات القادمة تكون أكثر مناسبة إن شاء الله، إن كانت اللي بكرة أو الأسبوع الجاي. وإن شاء الله إذا كان يعني في إشكالية أصلا بموضوع التوزيع قد نرجع نعتمد وقت ثاني بحيث أن يكون مناسب للجميع. لا يعطيكم العافية يا رب. طيب أظن هيك الأمور صارت واضحة وصار كل شيء يعني في مكانه. إذا كان في أي شيء من الأشخاص اللي حضروا معنا أو اللي ما حسنوا يحضروا أو الأشخاص اللي راح يحضروا التسجيل هذا، فإحنا موجودين دائما إن شاء الله، إن كان عبر تليجرام وحتى بتواصل الشخصي ما في أي إشكال إن شاء الله. المهم أن توصل للفائدة، نوصل للشيء اللي إحنا يعني هدفنا منه، إن كان إقامة الدورة أو حتى هدفكم أنتوا من تسجيل على الدورة هاي. لسه في قدامنا كثير أشياء نتعلمها سوا إن شاء الله. نراكم في أستاذ. قبل ما تنهي المحاضرة اللي فيني أحكي معك على الخاص مشان طريقة تثبيت البرنامج؟ أكيد إيمت ما بدك. أي حد عنده إشكالية في الموضوع هذا مباشرة يتواصل معي على الخاص وبنحلها سوا إن شاء الله. تمام، يعطيك العافية أستاذ، شكرا على وقتك الثمين. أهلا وسهلا، شكرا لكم أنتم. شكرا لكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله في الجلسة القادمة.